يا منا توجه صوبها القلب المعنى هنا بلقيس حيث المجد يبنى واسم القردعي للعز معنا هنا مارب هنا هنا مارب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام. تسمعوا زقزقة العصافير بصور هذه المزارع الجميلة. نبدأ حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب. أولى فقراتنا لهذه الحلقة كونوا معنا. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في فقرة معالم من أقدم معلم تاريخي في اليمن وهو عرش بلقيس. هذا المعلم الأثري يعود تاريخه إلى الألف الأولى قبل الميلاد. تخيلوا أن هذه الأعمدة كانت إلى قبل فترة بسيطة مدفونة تحت الرمال ومن ثم تم استخراجها. سؤالنا يقول متى تم اكتشاف الأعمدة وإخراجها من تحت الرمال؟ نشوف الآن من يجيبنا على هذا السؤال. بسم الله تابعوا. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ اهلا بالبطل. كيف انتم؟ حياك الله. تعال تعال كيف حالكم؟ والله الحمد لله. كيف انتم؟ الحمد لله بخير. كم لك في مأرب انت؟ والله لي 4 شهور. 4 شهور عاد جيت. نعم. من وين؟ من الحديده. حياك الله. الله يحييك. شرفتونا يا ابناء الحديده. حياك الله. مرحبا. كيف وجدت مأرب؟ والله الحمد لله مأرب الحمد لله بخير ولا شيء. وانت كيف حالك؟ الحمد لله. انت هنا في مدينه هيبر. مدينه هيبر. حياك الله. اهلا وسهلا. وانت يا بطل كيف انت؟ الحمد لله. الحمد لله. اي اسمك؟ عبد العزيز محمد علي حمله. ليش ما تدرس؟ لا ادرس. ها واليوم وضعت الصبح وقت الدراسة. احنا ندرس بالظهر. بالظهر. ايوه بيت في الدراسة. وين؟ مرحبا. كيف حالك؟ حياك الله. انت في النظافة. الله الله. والله ونعم بكم. ونعم بحالك. تحية كبيرة لكم. الحمد لله فوق روسنا ما يحتاج. الله. هذا محافظتنا. الله يحفظك. ضروري مرسوي عليها. الله يحفظك. وانت كيف حالك؟ والله الحمد لله كيفك. من وين؟ من اب. من اب. اذا جميع المحافظات هنا في مأرب. انا اسألكم سؤال اللي يجيب عليه نعطي جائزة. نبدأ ندردش معاكم. اول أقدم الآثار في مأرب إيش؟ السد. ها؟ السد. طيب وغيره؟ البيت القديم مأرب العرش بلقيس. أيوة عرش. عرش بلقيس. ها؟ حصون. الآثار كثيرة هنا. طيب نوصل عند عرش بلقيس. عرش بلقيس ماذا تعرف عنها أنت؟ أعرف أنه تراث قديم من آبائنا وأجدادنا و. ها؟ العلماء الكبار يعني تراث كبير صحيح في مأرب. نعم. وله شهرة وله مقام كبير. صحيح. وانت تعرف عرش بلقيس؟ نعم. قد زرتها؟ نعم زرتها. ايوه والله الحمد لله يعني عرش بلقيس يعني له تراث وله يعني طيب. آثار قديمة انا اسألكم سؤال الأعمدة هذه اي يعني هي هكذا من قديم ولا عادي قريب؟ لا من قديم يعني من ايام خلق الله من ايام حق هود قديم الطير هود. بس هل هي مركوزة هكذا من اول؟ ركزوها. ركزوها صح؟ أيوه. طيب سؤالنا يقول متى تم اكتشاف أعمدة عرش بلقيس وإخراجها من تحت الرمال؟ السؤال متى تم اكتشاف أعمدة عرش بلقيس واستخراجها من التراب؟ يلا من يجيب؟ كيف حالك؟ وانت الحين دخلت عندنا كيف؟ يلا هيا فكروا. من التسعينات ولا من فوق؟ ها؟ لا ما. لا ما بش خيارات دي لي العام. هذه سبع. هل 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 ها؟ الملكة سبع يا ما. الأعمدة هذا الذي بينزل تصور عندها. أيوة هي كانت. متى تم اكتشافها من تحت الرمال وركزها؟ الملكة سبع يا ما بناء. لا 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 لا. أسستها الملكة سبع. هذه قريب قريب. هي قديم صحيح لكن كانت. لا هي كانت حقها الأعمدة. ها؟ كانت ديوان حق الأعمدة. أعرف بس ركزها عاد قريب. هي كانت تحت التراب. من 2000. ها لا في 2000. لا ايام عرش بلقيس. ايام عرش بلقيس. لا لا هي من زمان بس اكتشافها واستخراجها من تحت الرمال عادوا تاريخ قريب يعني من ايامات ما بدل عرش بلقيس هو بدل الحرب قبل الحرب. اي الحرب؟ قبل اي قبل الحرب 86 87. ها 86 هذاك سد هذاك تجديد السد الجديد 87 ها
ها ها 88 ها 88 تأكد 88 88 صح 88 متأكد 88 أكيد منين لمحت الإجابة؟ والله ما لمحت من عند الله من عند الله تعالى 88 88 إذا بعد دردشة وأخذ وأعضاء وقدي رزقه 1988 تم اكتشاف أو استخراج أعمدة عرش بلقيس وإخراجها من تحت الرمال. اسمك مرة ثانية؟ عاطف عبد ناجي سعيد. عاطف عبد ناجي سعيد يومك سعيد مع حافظة تعز. تحية لأبناء تعز. إذن مبروك عليك جائزة هذا السؤال 50,000 ريال. تفضل كل واحد يشيل رزقه. شكرا لك. أنا كنت نفسي والله تشارك معنا وتشوف. يلا في أمان الله. مرحبا بكم في فقرة شغل عقلك. كل واحد يسمع اللغز ويشغل عقله معي. اللغز يقول يا ناس ببندق غريب المخبر يربي إلى الخارج ويقتل داخل بطراف أخضر والوسط لون أحمر ما عاد حد يرمي به إلا الجاهل ما هو؟ نشوف من يجيب السؤال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يعافيك سلمك. في معي فقرة اسمها شغل عقلك. معي لك قصيدة قبل. يعني قبل ما تدي الفقرة؟ قبل. إذا نسمع القصيدة حق أول وبعدين نسألها عن اللغز حقنا. أول شيء نتعرف عليك. عبد المجيد العواضي. حياك الله عبد المجيد. الله يبقيك ويحييك. من العبدية. صحيح. ونعم بأهل العبدية. يلا سمعنا، أنت عندك شعر. نعم. بسم الله. على العز والناموس عشنا في سبأ. عرش الكرم والسلطنة فوقها جلوس جلوس ربنا دايم على المجد والإبا ولا نعشق الذلة ولا نعبد الفلوس فلوس هممنا على صون الشرف تسبق النبأ وعند الملاقي نرخص المال والنفوس حميري من سبايا كاتب اكتباء اكتباء تواريخنا واشرح لذي فاقد الحسوس فلوس فتوحاتنا تحكي لمن طالها الغباء غباء وبن خان وتمرد على عاتق هندوس ومن جالنا بالطيب حيا ويا مرحبا على السمن والمعصوب والبر والتيوس نضحي على شانه وندفع له الجبا ويقطف معانا ثمرة النبت والغروس ورثنا المعالي والكرم والمناصب قف أجدادنا يلقنوا خصمهم دروس وغنت مسامينا مشارق ومغاربة ويسجد لنا التاريخ أصبع وعيد أبوس عيد أبوس ما شاء الله عليك قصيدة طيبت بها النفوس. طيب الآن نرجع إلى اللغز حقنا. طبعا هذه الفقرة المعد كتبها كذا شعر بس عن طريق لغز ونشغل عقلك وفسر لنا إيش معنى الكلام هذا. تمام؟ طيب بسم الله. قال يا ناس ببندق غريب المخبر يرمي إلى الخارج ويقتل داخل بطرافه أخضر والوسط لون أحمر ما عاد أحد يرمي به إلا الجاهل ما هو هذا؟ أشي يقصد به؟ شوف قال يا ناس ببندق غريب المخبر يرمي إلى خارج ويقتل داخل بطرافه أخضر والوسط لون أحمر ما عاد أحد يرمي به إلا الجاهل. اللغز طبعا مش ضروري انه على قدك داري احيانا غير تلميح. شعار الحوثي. شعار الحوثي واجابه سليمه حصلنا عليها من هنا من الشاعر البطل عبد المجيد العواضي. عبد المجيد العواضي 50,000 ريال جائزه هذا السؤال. مبروك عليك يا عواضي. فقرة رموز في مأرب لشهدائنا وعظمائنا اللي استشهدوا دفاعا عن مأرب ودفاعا عن الجمهورية. نسأل اليوم عن رمزنا لهذه الحلقة. رمزنا اليوم هو أحد شهدائنا الأبرار وقادتنا الأحرار كان قبل استشهاده رئيس أركان إحدى المناطق العسكرية للجيش الوطني. استشهد أخوه قبل بعشرين يوم فمن هو؟ نسأل من عيجاوب نعطي جائزة. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أسألك سؤال. تفضل. إذا جاوبت عليه بعطيك جائزة. تفضل. إحنا معنا فقرة الرموز في مأرب هذا عن الشهداء. الرمز اللي بنسألك عنه قبل استشهاده كان رئيس أركان واحد من المناطق العسكرية. إيه. أخوه استشهد قبل بعشرين يوم. من هو؟ هو استشهد. أيوة هو استشهد. استشهد أخوه قبل بعشرين يوم مو بعد استشهد. كان آخر أعماله رئيس أركان
احدى مناطق المناطق العسكريه؟ العامري. من هو العامري؟ الياباني. لا 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 ها نوف الحوري. نوف الحوري رحمه الله. لا اللي هو نصر الذيباني. ناصر الذيباني. ناصر الذيباني كان قاعد منطقه رحمه الله. الحرملي. تعال تعال تعال. ما شاء الله 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 عليك. كيف حالك؟ الحمد لله. اسمك؟ وليد الجرادي. وليد الجرادي. امانه شخص غير عادي جاوب هكذا بسرعه. ومعاك. اذا وليد الجرادي جاوب على سؤالنا لرمز حلقتنا لهذا اليوم وهو الشهيد الحرملي. اسمه؟ عارف شو اسمه الحرملي؟ محمد محسن الحرملي. محمد مشلي الحرملي رحمة الله تغشاه ورحمة الله جميع شهدائنا. فعلا كان الإجابة الصحيحة هو محمد الحرملي. مبروك عليك. جائزة هذا السؤال 50,000 ريال من قناة شاهد. تفضل. محمد الحرملي رئيس أركان المنطقة العسكرية السابعة ونائب رئيس المجلس الأعلى للمقاومة بمحافظة صنعاء ومن مؤسسي نواته الأولى، وهو إما علامة على نصر قادم أو بشارة لتحرير محتوم. تم تحرير المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية الحوثية، وهي الدخيل والعلق والرمى والأغر وصفراء شنان والدشوش، وتم التقدم باتجاه جبل بحرة ولا زالت المعركة مستمرة. في سيرته الملحمية يستبكر الشهيد اللواء محمد مشل الحرملي حضوره المندفع في ساحة المناوئات للمشروع الحوثي الفارسي، مستندا على وجدانية وطنية جارفة انصقلت بتاريخ من النبل العائلي المعتد بالرجولة. ما إن نفثت الحرب الحوثية شرها وشرارتها، هب البطل الحرملي إلى معركة افتداء الوطن والجمهورية وكرامة الأرض والإنسان، كيف لا وهو ابن نهم والروح العالية. والعميد الشهيد محمد الحرملي هو المقاتل أولا والمناضل كاملا، لأن خطوات تلبيته لداعي الوطن كانت تتقاطع عند منتصف المسافة مع صوت النداء، ولأن اللواء الحرملي خير مثال على النضال الجمهوري فكرا وعسكرية. كما كان للشهيد الحرملي دور الشرف والأسبقية في الإسهام مع رعيل النجوم في تأسيس الجيش الوطني وقيادة معارك الكرامة الجمهورية من جبهة إلى جبهات، مرابطا في ثكناتها حتى الشهادة. وكان أن استشهد البطل وهو في القمة لأنه من مواليدها، فالشهيد محمد مشل الحرملي سليل الجبل وابن نهم الأهم، المقاتل أولا والمناضل كاملا. شوفوا المعركة اليوم، المعركة بيننا وبين العدو معركة تحرير بلد كامل، وليس معركة تبه أو جبل أو كذا كذا كيلو أو كذا العبري يقولوا أو كذا بالإيش بالخواتيم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله أستاذ محمد. اسمك يا أخي؟ عبد الولي العمري. حياك الله عبد الولي. الله يعافيك. كم لك في مأرب؟ لي من نهاية 2017. ما شاء الله. يعني لليوم كم سنين؟ يعني في حدود 5-6 سنوات. 5 إلى 6 أيوة. سنوات. طيب احنا الآن في فقرة اسمها وصال باتصال. نعم. يعني نظرا للسنين التي قضيناها هنا بسبب التشرد والنزوح بسبب هؤلاء الميليشيات. نعم. في كل واحد مننا حصل له انقطاع بين الناس من أقاربه من أهله من جيرانه. نعم. هل معك واحد مثلا تستحضره الآن؟ نعم معي.
يعني ابن عمي ابن عمي عادوا سافرت انا وهو صغير وكان في خلاف حتى بيننا وبين ابي والاهل. طيب وليه احنا نستمر هذا؟ هل الهدف من هذا الفقره ان احنا نكسر الحاجز هذا واي واحد بينه هو حد اي خلاف ان شاء الله او انقضاء يتصلى؟ احنا نطلب منك تتصلى بس برغبه، هل انت راغب لهذا الشيء؟ اكيد اكيد، هو ابن عمي يعني لحمه ما. اذا اذا دور رقمه وتصلى الان نشوف. الو احمد معي ولا من معي؟ احمد علي. كيف انت يا اخي احمد؟ معك عبد الولي ابن عمك. ايوه ايوه عبد الولي ابن عمك ناجي. عرفتني ولا ماشي؟ كيف حالك؟ مالك شيء؟ والله يا اخي انا اتصل لك اليوم لاني انقطعت عنكم هذا الفتره بكلها وأقدم لكم كل اعتذاري، والله ما تواصلنا معك ولا سمعنا صوتك، أنا يعني من كل قلبي يعني أعتذر لك ولأهل البيت وللكل. أنا قلت لك انقطعت عنكم هذا الفترة كلها، انقطعت عنكم ما تواصلناش. أيوة يعني أعتذر منكم قوي قوي قوي، ومن العيال ومن البنات ومن يعني عمتي ومن الكل. لا عشرين ما بلا بيقطع شوية تغطية شوية. المهم كيف أنتوا؟ كيف أخباركم؟ ما لكم شيء؟ يعني أنت دحين تقبل اعتذاري إن أنا أعتذر لك؟ ها أخي؟ الله يحفظك، والله العظيم إن انقطعنا من أيام الوالد والوالد يعني نشي نتواصل في أقرب وقت بإذن الله، تفرج ونتواصل على خير إن شاء الله. وما هو بيننا من خلاف ومن شيء، هذا يا أخي نتركه للزمن، ما بش حاجة، والله ما في قلبي أي شيء. الله يحفظك يا أحمد. تأمرني بشيء؟ تأمر بحاجة؟ سلمني على أهل البيت كلهم وأنا بتواصل معك يا أحمد. تمام، ما عاد عن انقطعش نهائيا، والله رمضان جاي والعيد جاي نشي نصفي القلوب ونصفي النيات. الله يحفظك يا احمد. الله تسلم، الله معك. ما شاء الله الحمد لله. تمام، ارتحت جدا؟ امان والله العظيم، يعني كنت ابن عمي يا اخوه بي. أيوة يعني، وحتى كان خلاف فيما بين الاب. انا هو الحين مصدوم شيء، او يمكن عدو نايم استغرب او نايم، لان تصورنا بحين ذلك. جدا اشكرك انك تفاعلت معنا، واحنا ندعو الجميع كل من له اي انقطاع مع اصحابه ولا جيرانه ولا عيال عمه انه يبادر ويتصل لهم، وهذه تعتبر البدايه وانا بتواصل معهم بصوره. ما دام هي البدايه معنا جائزه الفقره تلفون لاجل تستمر في التواصل بالباقيين. هذه من وكاله القاسمي، جوال جائزه الفقره لاخينا. نتعرف عليك عبد الولي العبدي. عبد الولي العبدي، مبروك عليك الجائزه. الله يبارك فيك. في امان الله. الله يطول عليك. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في فقرة مواهب في مأرب. ضيف حلقتنا لهذا اليوم ضيف استثنائي وصوت جميل، أكيد سمعته كلكم وأنتم عاد تسألوا ليش ما قد استضفنا لليوم. اليوم ضيفنا الأستاذ ماجد التيباس، حيا بك، شرفتنا ورفعت الرأس. الله يبقيك ويحييك، وأهلا وسهلا بكم. حياك الله. طبعا فقرة احنا اللي قام معك شيق ونشتي أكثر من حلقة كامل مشغل فقرة، لكن نحاول نستغل الوقت فيها وتعرفنا وتعرف المشاهدين على ماجد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. ماجد عبد الرحمن التيباس من محافظه مارب ومن مواليد محافظه مارب من عام 1992، منشد ومقدم برامج اذاعيه وتلفزيونيه، وحاليا مراسل قناه اليمن الفضائيه. ما شاء الله، عده مواهب عندك. احنا نبدا في موهبه النشيد والصوت الجميل هذا والجهوري والباور الذي ميزك الله به. متى بدات النشيد؟ والله الأناشيد بدأنا فيها كبقية المنشدين وأصحاب المواهب يبدأون بها من المدارس، ومع الأحداث تطورت هذه الموهبة وكانت بداية التوثيق لها والتسجيل
في ادوات تسجيل وكذا، مش حتى في استوديو، لكن ادوات تسجيل لابتوب ومايك، يعني حاجات بدائيه. كانت في احداث الجوف لما هجم الحوثيين على الجوف 2008 صح ولا 2011؟ 2011 حولها. اها ايوه. وبعدين جاتنا ابيات، الذي هي ابيات رثاء للشاعر عبد الله القادري الشهيد رحمه الله عليه، الله يرحمه رحمه الله، اي بالله، ورثاء في اخوه سلمان القادري، وسجلتها انا والشهيد عبد السلام السعيدي والشهيد سالم نكير، يعني كلهم ولا اربعه استشهدوا. نعم. رحمه الله عليهم. نعم. وبعدها ايضا جاءت مشاركات من كلمات الشهيد مبارك بن علي الشليف الله يرحمه، وتطورت الاحداث وجاءت احداث الحوثي في صرواح، بدات احداث المطارح، مطارح نخلة والسحيل وكذا، وجاءت الابيات الشعريه، وجاءت احداث صرواح، ومحمد عنيج الشبواني جاب كلمات بالله خذني على صرواح، كلنا سمعناها، يا سايق الطقم وصلني تكفى نخيتك نبل مرواح، بالله خذني على صرواح، يا ما حل الجو في الجبهه والقلب في المعركه يرتاح، بالله خذني على صرواح. هذه كانت ايام شهيد الفريق عبد الرب الشدادي رحمه الله عليه، كان حاضر في صرواح، وكانت هذه يعني ارسلها الشاعر كمسانده واشاده بالشهيد رحمه الله عليه. وبعدها جاءت ابيات ذياب الردماني بعد ما استشهد عبد الرب الشدادي رحمه الله عليه، ما بحثنا يوم عن غير شهاده في سبيل الله، طلقنا الحياه ما ندور غيرها، عسكر وقاده كل واحد باع نفسه للاله. طيب والله اقاطعك، يعني احنا كل من استضفناهم بيجوا يكلمون عن مضايقاتهم يعني قبل ما يجوا الى مارب، لكن انت من ابناء مارب، او هل حصلت يعني مضايقات يعني المنطقه اللي انت فيها ما دخلها الحوثي؟ الحمد لله، يعني المناطق هذه معروفه انها يعني الحوثي ما دخلها وكذا، حتى مثلا قبل ما يجوا كذا ولا ما الحمد لله ما كانش ما واجهتنا مضايقات خاصة في هذه الأماكن الحمد لله بفضل الله عز وجل، لكن يعني إحنا من خلال توجه الناس في هذه المناطق للجبهات والمشاركة بكل ما يستطيع شارك. إعلاميا أو فنيا أو يعني بكل ما تجود به، حاولنا أن نكون مساندين لهذه الأحداث بقدر ما نستطيع، وكان الناس يرسلوا لنا الأبيات كذا، وحاولنا أن نكون مشاركين في هذه الأحداث. ومش أي مشاركة، مشاركتك مميزة الصراحة، الله يعطيك العافية. طيب الحين المشاهدين بيقولوا مش وقت يا حاوري المجبر، أنت ويا نشيد سمعنا صوته، أبشر يعني اختر لنا هكذا تشنف أذننا والمشاهدين، سمعكم الكلمات اللي ختمنا بها اللي هي كلمات ذياب الردماني. أيوه. يعني ما بحثنا يوم عن غير الشهادة، هذه كانت لها يعني لاحظ لها صدى كبير عند المستمعين، وكثير من الناس كان يشيد بها على أنها كانت في وقت يعني عاد كانت الزوامل الشرعية قليلة وكان المنشدين قليل، فكانت مميزة من ناحية كلحن جديد أو أبيات جديدة وكذا، فأعجب بها الناس، يعني حتى أن بعض الناس كان يستمع الكلمات يتأكد هل هي للطرف الثاني ولا لنا. أيوة، لأنهم كانوا يحسوا أنه ما فيش إنتاج قوي في مناطقنا، فنبدأ بها. ما بحثنا يوم عن غير الشهادة في سبيل الله، طلقنا الحياة ما ندور غيرها، عسكر وقادة كل واحد باع نفسه للإله. ما بحثنا يوم عن غير الشهادة في سبيل الله، طلقنا الحياة ما ندور غيرها، عسكر وقادة كل واحد باع نفسه للإله. من قتل منا وصل غاية مراده، كرمه ربي بها ثم اصطفاه. الشهادة خير من موت الوسادة، مرحبا بالموت في وجه الغزاة. والعزايم عالية هي والإرادة، والمجوسي دايما نشرب دماه. دام رب الكون با ينصر عباده، ينصر المظلوم من عالي سماه. ما باحثنا يوم عن غير الشهادة في سبيل الله، طلقنا الحياة
ما ندور غيرها عسكر وقادة، كل واحد باع نفسه للإله. ما شاء الله عليك، الله الله افصح الله لسانك، وشكرا للشاعر اللي كتب هذا الشاعر ذي أبرد مني. ما شاء الله يا أستاذ، حلوة جميلة هذه ومناسبة مع أجواء الجبهة. لو عدي لنا على الجو البدوي سمعنا. أبشر. طبعا هذه من أناشيد فرقة أطياف، فرقة أطياف كانت بقيادة أصلام الحميدي ومجموعة من الشباب، أحمد علي جابر وعلي حيدر ومحمد قطنان. أنت وقت ما تأسست عاد كنت ما قد بدأتش الموهبة؟ في فرقة أطياف كنت أنا مش معهم في هذا الفرقة، هم كانوا غالبا في مناطق بعيدة منا اللي هي في حريب والجوبة قريب من هذه المناطق. أيوة. فكان ظهورهم قوي ومشرف، وأيضا نقلوا التراث المأربي الكثير من المحافظات. نعم. يلا أنا داعيك لا ترخص الغالي، ولا جدار العز ينهد بنيانا. يلا أنا داعيك لا ترخص الغالي، ولا جدار العز ينهد بنيانا. كم ليلة عدت فيها تعب حالي، عيني تقضيها بالليل سهرانا. كم ليلة عدت فيها تعب حالي، عيني تقضيها بالليل سهرانا. مشتاق للماضي في وقتنا الحالي، واشتاق مضمونه واشتاق عنوانه. مشتاق للماضي في وقتنا الحالي، واشتاق مضمونه واشتاق عنوانه. يا سلام عليك، ما شاء الله. الله يسلمك. صوت جميل وأداء ما شاء الله عليك، الله يوفقك ويزيدك يا رب. طيب يا أستاذ، هل حصيت كم شاركت مثلا؟ كم معك مثلا إنتاجات فنية؟ زوامل، أناشيد، وبريتات؟ والله كإحصائية دقيقة ما فيش، يعني من كثرة يعني كثيرة، يعني مع الأحداث خاصة السبع سنوات اللي مضت هذه، غالبا كل الأحداث يعني كنا مواكبين لها. الأعياد الوطنية بفضل الله كنا مشاركين فيها، يعني كل الأعياد اللي مضت نعم. كنا مشاركين فيها وموجودين برفقة زملاء لنا في هذا المجال. كنا بداية مع الفريق الفني المقاوم، الأستاذ عبد الله القطيبي، الأستاذ ياسر القاعدي، أيوة وغيرهم. وبعدين كنا برفقة محمد قطنان وعلي حيدر، يعني فنانين من مأرب. وكانت يعني المناسبات هذه لها دور ولها يعني أعمال فنية، وأيضا أعمال شخصية اللي كنت أقوم بها أنا، اللي من قبل الشعراء يأتون بها على حسب الحدث، تأتي أحداث معينة وانت تسجلها. أيوة أنا أسجلها يعني. والسبب يعني أنها كانت ما فيش هناك جهة تتولى دعم مثل هذه الأعمال، كان يعني فقط على هاجس الشاعر. قد كان فرحنا بتأسيس الملتقى أو التراث. أيوة. تراث سبع. حاولنا يعني. وأنتجتم كليب رائع جدا. عملنا أوبريت للعمل الفني، في توزيعه، في الصوت، في الأداء، في التصوير. صحيح. هو يعني لكن يعني بدأنا بمشاركات فيه وكذا، لكن حاليا مع يعني انشغال بعض ال. إن شاء الله إنه يعود. نعم إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله يعود ألقاه وتعود أعمالكم إن شاء الله. بإذن الله تعالى. طيب أنا يعني شفتك الآن قدك منازل. ها؟ صحيح. كيف دخلت جو التقديم الإذاعي؟ والله الجانب الإعلامي بشكل عام هو كان هواية، وأيضا هو الآن تخصص، يعني أدرس درست. أيوه نعم، درست في الإذاعة والتلفزيون، وكنت مع الأيام اللي كنت فيها أشارك بمقطوعات إنشادية وكذا، كنت أقدم في إذاعة الاتحادية. أيوه. قدمت برنامج حول الجانب الفني، أغنية العيد. يعني عملت برنامج حول أغاني موجودة في 5 دول عربية، مثلا عندنا في اليمن أنستنا يا عيد. أيوه. هذه الأغنية المشهورة. في مصر، ومثلا في مصر يا ليلة العيد أنستينا. صحيح. أم كلثوم. وفي الكويت العيد هل هلالة. والسعودية، السعودية ومن العايدين. من العايدين. عملت حوالي 5 دول، كنت كل يوم أجيب حلقة عن الدولة هذه، تتكلم عن الأغنية. أيوه. من الشاعر، إيش فكرة الأغنية، أيوه كيف. ومن جيت لك الفكرة هذه؟ والله دخلت في النت وكذا، وكنت أشوف أنها موجودة كل دولة معها أغنية،
قلت اذا ما دام كل دول مميزه ضروري نعملها برنامج يجمعها يعني مثل ما احنا معنا معروفه ان نكهه العيد في الصوت هذا في النغم هذا صحيح اكيد في دول ثانيه موجوده صحيح والحمد لله اني لاقت قبول حتى اني اسمعهم الى الان يعني يمكن لها يمكن 3 سنوات او 4 سنوات الى الان لازلت ايام الاعياد اسمع اذاعه الاتحاديه تكررها ايضا عملت اغنيه الحج كانت هناك اغاني معروفه في الحج واتكلمت عن نفس الموضوع عن الكلمات وعن هل الفت ولا نفس الموضوع حق الاذاعه يعني نفس الموضوع يعني بس في اغاني في الحج يعني من الاشخاص اللي غنوا في الحج كيف كانت الفكره وكيف كان وفي لها قصص قصه الاغنيه وحكايه الاغنيه هذه وبعدين انتقلنا الى اذاعه مارب طيب لو نرجع تكلمت على اغنيه الحج هل ماجد التيباس غنى يعني مثلا هكذا عن مناسبه معينه غير الاغاني التي هي او الزوامل المقاومه والاشياء الوطنيه مثلا به شيء غنيت عنه مشكلتنا كما قلت لك على انه الداعم اها الجهه الداعمه الان الاعمال اللي ينتجها كلها يعني بدعم من الشاعر نفسه فهمت بيأشر المخرج لكن انا منسجم معك انا اذكرك انت عملت على شارة شم العنوف كنت انا مقدم البرنامج كلهم كانوا يشيدوا بالشارة لو تذكرنا بها حتى البيت الاول ولا البيتين ايوه طبعا خرجنا من سجن شم العنوف ايوه طبعا القوه هي في الكلمات هي اللي جعلت صوتك الاداء يعني ألق خرجنا من السجن شم الأنوف كما تخرج الأسد من غابها نمر على شفرات السيوف نمر على شفرات السيوف ونات المنية من بابها ونات المنية من بابها وناب الحياة عداد النسات بعزف الطغاة وإرهابها ما شاء الله ابدعت وقلت لك كما أخبرتك أن الشارع هذه يعني كل الناس يتحدثوا عنها في انتشر لك سلم الميامين صحيح وحصل لغط اشرح لنا ايش هذا بعضهم فسروا تفسير آخر سلم الميامين هذا هو كليب من إنتاج المنتج المنفذ مؤسسة فتيات مارب الموضوع هذا هو دعوة لحل النزاعات وتوحيد الصف يعني البعض فهم ان توحيد الصف مع العدو الحوثي ايوه هذا هو توحيد الصف الجمهوري حتى في نظم الكلمات يعني على انه لا نجعل العدو يتشفى فينا يعني الواحد الصف على اساس لا يتشفى فينا العدو ايوه فهذا الكليب يعني كان يدعو الى السلم وحل النزاعات وترك الثأر بعضهم فسروه تفسير فسروه انه يعني فهمه على فهمه يعني على انه دعوه للسلام مع الحوثي وكانت خاصه لما نزل الكليب كانت في احداث يعني في الاحداث القويه على مارب ايوه سجلناه من قبل بس كان النشر متاخر ايوه لكن الان كل ما حدثت يعني مشكله في مارب او في مناطق الشرعيه بين قبائل يعني حول ثأر او قضايا يعني نزاع يذكروا بهذا اللي قلت اشوف كثير من الناس ينزلها في منصات التواصل الاجتماعي وانا الحمد لله يعني انها يعني ترك بصمه ووصل رساله نعم شكرا الف شكر لك المخرج اشهر وقد الوقت من اول قال قد انتهى لكن عاد في دقيقه اذا عشي معك رساله تحب توجهها رسالتي كلمه شكر لبرنامجكم على الاستضافه الله يحفظك وكلمه شكر يعني خاصه لك استاذ محمد يعني حقيقه يعني نحن أنا نتابع يعني اولا بفضل الله عز وجل ثم بفضلك الله المستعان انا ظهرت في برنامج انا هنا نعم كان ذاك الظهور اول ظهور لي يعني في التلفزيون وكثير من الناس يذكرني الان كل ما لقيني يقول والله انا عرفتك من تلك اللحظه وانا اتمنى اني القاك وانا اتمنى اني اتعرف عليك وانا كنت قبل ما تظهر معي انا اتمنى اني القاك من سماعي الله يرفع قدرك ولذلك ما فيش حد له فضل على حد وذلك فضل الله وانت موهبتك اللي فرضك العافيه ما قصرت بيض الله مجامله صوتك وخامته وابداعك فرض نفسه بيض الله وجهك والله ما قصرت انت سواء معي او مع غيري انت الله. كنت موجود يعني في الجبهات وموجود ايضا مع يعني من خرج من سجون الميليشيا الحوثيه والان موجود يعني في برامجك وكلها هادفه ونتمنى ان يحذو بقيه الاعلاميين وبقيه البرامج ان تحذو حذو هذا البرنامج وشكرا لكم مره ثانيه وثالثه وبيض الله وجهكم الله يبارك فيك شكرا الف شكر لك انت بيض الله وجهك انك استجبت لدعوتنا رغم انشغالك بعملك ختام الحلقة في هدية رمزية من القناة وأنتم تستاهلوا الأكثر وهذا درع الفن لنجم الفن والإنشودة والإبداع والزامل
الأستاذ ماجد التيباس. أكرمك الله وبيض الله وجهك. وإياك ألف شكر يا أخي ماجد. شكرا لك. الله يبارك. كما أشكركم أيضا مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم، ألقاكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم هنا مأرب تو وارحب تو. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا مأرب سباق من تيامنا، توجه صوبها القلب المعنى، هنا بلقيس حيث المجد يبنى، واسم القردعي للعز معنا. هنا مأرب، هنا هنا مأرب، هنا مأرب أمان الله لقينا، وحرية ودولة تحتوينا، بنور العلم نهضتنا بنينا، شرعنا الحب والألفة جاننا. هنا مأرب، هنا هنا مأرب، هنا مأرب بنيناها عمرنا، هنا جيشك وامنك يا وطننا، هنا راية يمانية رافعنا، هنا الجمهورية فيها اجتمعنا. هنا مأرب، هنا هنا مأرب.